مشاهدي الفضائية التونسية حنا بعل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء خاص. في البداية لابد من شكر كل من تفاعل مع الحلقة السابقة، ولمزيد التواصل معنا يمكن مراسلتنا على رقم الفاكس الموجود أسفل الشاشة، الرقم 70 944 935. ضيفي اليوم في لقاء خاص هو شخصية نقابية. ضيفي اليوم عرف السجون في عهد الراحل الحبيب بورقيبة. ضيفي اليوم عرف السجون في عهد بن علي، عرف التعذيب وعرف الإقامة الجبرية. ضيفي اتقلد المسؤولية النقابية في سن مبكرة. ضيفي اليوم هو الأمين العام للاتحاد العام التونسي الأسبق للشغل، واليوم هو مؤسس والأمين العام لاتحاد عمال تونس. أكيد تعرفت عليه. ضيفي هو السيد إسماعيل السحباني. مرحبا بك سي إسماعيل. أهلا وسهلا سي إسماعيل. بحكم مهنتي في جريدة الشعب وبحكم مسؤوليتك كأمين عام وكمدير مسؤول لجريدة الشعب، المعروف عنك أنك تستعمل في كلمة رجولية ياسر. خلنا نخرج شوية على الحوارات التقليدية. تستعمل ياسر نحب الراجل ونعطي في ستي من أجل الراجل. شنو السر في الحكاية هذه؟ طبعا الراجل هو يزم يكون، الراجل هو خدام، الراجل هو ثقة، الراجل هو اللي يعمل ويكد. هذاك علاش ديما نقول نحب الراجل، لأن يعني نحب شكون يخدم أكثر من اللي يتكلم. فعلا احنا في الاتحاد كنت نستعمل هذه دائما وابدا للنقابين، نقول لهم نحب الراجل اللي يخدم، الراجل اللي يعمل كل ما في وسعه لإسعاد الغير. معناتها سبب ما ينجم يكون زاد من أصولك الريفية، لأنه أنت من سجنان ودرست في سجنان التعليم الابتدائي، ثم تنقلت وصلت التعليم الثانوي في بنزرت. أحكينا على بداياتك الدراسية. طبعا بدايتي الدراسية بدأت في منطقة طمرة من معتمدية السجنان بالمدرسة الابتدائية، ثم ببنزرت للتعليم الثانوي، ثم برادس في سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، لأن اتبعت التكنيك معناها تقنية اختصاص تقنية من الأول. وبعد اشتغلت في المسابق المتجمعة في مقرين، وكنت صغير، أنا تقريبا عمري 19 سنة، أنا 19 سنة 20 سنة، وبديت نشتغل في مقرين في المؤسسة هذه، وهي مؤسسة فرنسوية تونسية مشتركة، وكانت معناها فيها العديد من المختصين توانسة والعديد من المختصين معناها فرنسيين آنذاك. وكان ثم احتكاك ما بين معناها التكنيسيان تونيزيان وقت اللي خرجوا جدد وقتها، وما بين الفرنسويين البقايا متاعهم اللي موجود. كان عام هذا سي إسماعيل؟ هذا في عام 68 69 في الأعوام هذه. دونك انا عام زاد دخلت للعمل النقابي. بالطبع احنا وقت اللي كان ثم موجود الفرنسيين كانوا موجود في المؤسسة هذية، وكان ثم الاحتكاك، ثم وقع المؤتمر نتاع النقابة الأساسية للمؤسسة هذه في سنة 71. وطبع وقع انتخابي ضمن الهيئة النقابية بالمؤسسة هذه، المسابق المتجمعة بمقرين، وبديت في العمل النقابي أنا ذاك. بالطبع وانا صغير، معناتها نجم تقول صغير برشا، وبدا النشاط نتاعي معناها العمل النقابي، ثم معناها قاع مؤتمر الجامعه العامه للمعادن سنه 74 وانتخبوك كاتب عام سنه 73، وانتخبت عضو بالجامعه العامه للمعادن، وسنه 74
الكاتب العام للجامعة وقت خرج من الاتحاد لأسباب شخصية اللي هو وقع انتخابي من المكتب التنفيذي في الكتابة العامة للجامعة العامة جامعة المعهد. جامعة المعهد أصغر كاتب عام وقتها. فعلا وقتها أصغر كاتب عام في الاتحاد ككل، يعني تقريبا عمري 22-23 سنة أنا في الوقت هذاك، وبدأ العمل متاعي في القطاع المعهدي من وقتها. في الفترة هذيك سي إسماعيل الاتحاد شهد موجة من دخول نفس جديد من نقابيين أمثالك مثل صالح الزغيدي، عبد الرزاق بن غربال، الحبيب بن عاشور، ذكرني شكون آخر، حبيب جيزة، الحبيب جيزة، علي الضاوي، العديد من النقابيين المستقلين. فهمت؟ لأن تعرف في الستينيات كانت هناك التعاضد، بالضبط التعاضد في تونس، وعند رجوع الأخ الحبيب عاشور سنة 70 فهمت هناك من الشباب اللي متحمس اللي دخل إلى الاتحاد. من ضمن ما ذكرتها منتي الوقت الحاضر الإخوان العظمى، كان عبد الرزاق غربال في صفاقس، كان حبيب جيزة في قابس، كان الحبيب بن عاشور في سوسة، كان صالح الزغيدي في جماعة البنوك، كان الطيب البكوش في نقابة التعليم العالي، كان علي الضاوي في نقابة العدلية، كانوا العديد من النقابين أعضاء في الهيئة الإدارية. فخلقت ديناميكية جديدة في الاتحاد معناها. وعندما رجعنا معناها جينا للاتحاد وقتها كانت سياسة التعاضد، وفي سياسة التعاضد في الستينيات في السبعينيات جاءك القانون 72-74 قانون الاستثمار اللي عمله لهادي نويرة الله يرحمه وقتها، معناها عمل القانون 72-74 فعلا كان عندنا معناها ما عندناش تشريعات عمل، لا عقود مشتركة ولا قوانين نسخية ولا عقد إطار، ولا الناس كل معناها في الأجر الأدنى ولا كلاسيفيكاسيون بروفيسيونال. وبالطبع نحن وقتها كان معناها أعضاء الهيئة الإدارية كل في قطاعه معناها عملنا من أجل أن تكون لنا تشريعات عمل معناها جديدة في تونس. وفعلا وقتها كان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر صديق الاتحاد، أيوه صديق الاتحاد، وكان مدير الديوان متاعه عبد المجيد صغير، وكان مدير الشغل وقتها مدير الشغل، معناها كانوا الثلاثي هذوما سوسون دي تكنيسيان في تشريعات العمل، معناها الناس تشريعات. فوقع التعامل معناها ما بين منظمة الأعراف والاتحاد باش معناها كوننا هذيك التركيبة تنجم تقول العقود المشتركة، وكل في قطاعه كما قلت معناها عملنا العقود هذه وتحصلنا على زيادات وقتها في سنة 74 تحصلنا على زيادات في الأجور، ودخلنا في مرحلة بناء معناها بنية نقابية داخل المؤسسة في الكلاسيفيكاسيون بروفيسيونال، لأن ما كانش موجودة قبل دي كلاسيفيكاسيون بروفيسيونال في المؤسسات. كانوا الناس كل عمال، الناس كل دي منافر، الناس كل بدون أن نقدم في السلم داخل المؤسسات. فعلا تنجم تقول عملنا ثورة جديدة، ثورة جديدة بتشريعات العمل حتى إلى سنة 74-75. وكان عندنا زاد كيف انتقادات للقانون 72-74 للاستثمار الخارجي، كانت عندنا مواقف معناها في الاتحاد العام التونسي للشغل كنا نعبروا عليها كأعضاء هيئة إدارية. سامحني سي إسماعيل، أهم موقف كان عندكم المجموعة هذه وبقية الإخوة وقتها، أهم موقف هو نضالكم من أجل استقلالية الاتحاد. صحيح، نقطة مهمة ياسر هذه. صحيح، وقتها كان الحزب كان مهيمن على الاتحاد وقتها في الاتحاد، والمرحوم الحبيب عاشور كان عضو مكتب سياسي، والعديد من القيادات كانت عندها مسؤوليات حزبية. وقتها هذه من الهياكل الجديدة، نفس جديد اللي دخل في الهيئة الإدارية، بالضبط كانوا يؤمنوا باستقلالية الاتحاد، استقلالية الاتحاد على جميع الأحزاب. فعلا لقينا وقتها، لأن في الستينيات كان منصب والي على رأس الاتحاد، ما نعرفش المرحوم بشير بلاغة جابوه والي ونصبوه على رأس الاتحاد، وكانوا أغلبية الهياكل داخلين في الحزب الدستور،
وعندما احنا اللياكل هذه طالبنا باستقلاليه المنظمه استقلاليه الاتحاد. وفي معناها الهيئه الاداريه ولت هناك معناها من هو في الحزب ومن هو خارج الحزب وكل شيء، وقع ضغط على المتحزبين وقت اللي هم تتحملوا مسؤوليه حزبيه، لان يتحملوا مسؤوليه حزبيه كثيرين. كاتب عام اتحاد جهوي في الجهه ما تلقى عضو في لجنه التنسيق. كاتب عام جامعه تلقى رئيس شعبه. نتذكر ثم مدير مساعد للحزب وقتها معناها هو عضو في المكتب التنفيذي، امين عام في الديوان السياسي للحزب، عضو مكتب تنفيذي في اللجنه المركزيه، حيث معناها الحزب مسيطر معناها من داخل الاتحاد، معناها على الاتحاد وهيكل الاتحاد. فعلا بدات هناك خدمه معناها وطلب ملح استقلالية المنظمة النقابية. وفعلا رغم المرحوم الحبيب عاشور معناها كان من المساندين، رغم هو عضو في الديوان السياسي ويطالب باستقلالية الاتحاد لأنه يحس وأنه الاتحاد لازم يكون مستقل. طبعا معناها في الأثناء هذا معناها انعقد المجلس الوطني للاتحاد في اللي هو السلطة الثانية بعد المؤتمر في جانفي، في أوائل جانفي 78. ووقع معناها استقالة الأعضاء، كل من هو يتحمل مسؤولية حزبية قاع معناها قدم الاستقالة متاعه وإن كان في الديوان السياسي. وهنا الأخ الحبيب عاشور قدم معناها استقالته من الديوان السياسي، خير الدين صالح يقدم استقالته من اللجنة المركزية، اللي في الشعب واللي في القدم استقالاتهم. وقت ما قلنا لهم ثم أم خيار، أم الحزب وإلى الاتحاد، وفعلا هذا اللي صار، معناها قدم استقالاتهم وأصبحت الناس الكل بالطبع الحزب ما رفض معناها ما قبلش، والحكومه بصفه عامه وبورقيبه وقتها ما قبلش كيفاش الاتحاد يخرج على الحزب وياخذ استقلاليته، لانه هو يعتبر روحه وانه هو فوق الاتحاد وانه فوق كل شيء. فعلا معناها النقابيين توحدوا وقتها وخذوا الموقف هذايا، موقف في استقلاليه الاتحاد، وكانت معناها صعيب الظرف هذاك، كان صعيب برشا. وكانت عندنا مطالب زاده كيف مطالب الشغيله، لان من 74 ما خديناش زيادات في الاجور، طلبنا معناها بزياده في الاجور حتى ل 77، معناها 77 ما وقعش زيادات، طلبنا بزياده في الاجور وقت 3%، قلنا زياده في الاجور طالبين 3%. وقت رئيس الحكومه الوزير الاول الهادي نويره الله يرحمه معناها قال لا، لا سبيل اليه، ما نعطيش الزيادات هذه، ومعناها ورد فعل كيفاش الاتحاد يخرج من الحزب. طبعا احنا ما عندناش خيار وقت، معناها خيار لابد باش ندافع على مطالب الشغالين. فوقت اجتمعت الهيئه الاداريه الوطنيه، والهيئه الاداريه الوطنيه اجتمعت وقررت الاضراب العام في 26 جانفي 78. وكان الوقت معناها ضيق برشا، لان كانت هناك زاده هجومات على ديور الاتحاد، كيفاش النقابيين معناها يخرجوا من الحزب، والهجومات هذه كانت من ميليشيا تاع الحزب وقت الحاكم وفي جميع الجهات. الميليشيات هذه معناها تتحرك ومعناها تكسر في ديور الاتحاد وحركوا الشعب المهنيه داخل معناها المؤسسات. وفعلا وقتها النقابيين لقوا رواحهم مضطرين باش يدافعوا على استقلالية منظمتهم، وباش يدافعوا على منظمتهم، وباش يدافعوا على المطالب الشغالين في أن واحد. واخذين القرار في الإضراب العام يوم 26 جون في 78، وهذا القرار كان بالإجماع لأعضاء الهيئة الإدارية، ومعناها الاضراب هذايا صار في 26. اتون نجيب للاضراب بعد اذنك سي اسماعيل. على ذكر الاستقالات نتاع النقابيين من الحزب، الحكومه في نفس الشهر عرفت استقاله 6 وزراء دفعه واحده، منهم سي محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعيه، سي طاهر بالخوجة وزير الداخليه قبل 26 جانفي. الاستقالات نتاعهم هذه معناتها كانت مسانده للاتحاد ام ماذا؟
الاستقالات هذه وقعت في أواخر في ديسمبر 77، معناها قبل وقت الحزب يخطط. طول الوقت الحاضر نقراو كتب ومقالات من هنا وهناك، لأن وقتها ما نعرفوش شنو هو. ثم اللي هو معناها رافض حسب ما حكيت قريت بعض التصريحات، اللي رافضين أن الميليشيا تتدخل باش تضرب ديور الاتحاد، اللي رافضين وأن ما يمكنش أن نكسروا الاتحاد، فهمت؟ حيث الوزراء هذوما اللي قدموا استقالاتهم، محمد الناصر، طارق بلخوج، منصب الحاج عمر، العديد تقريبا 6 ولا 7 وزراء قدموا استقالتهم معناها دعم للاتحاد وغير موافقين باش تدخل معناها ما بين الحزب والاتحاد هذيك الكونفرونتاسيون اللي وقعت وقتها. باهي، وصلنا سي اسماعيل تو 25 جانفي. انتم كنتوا القيادات نتاع الاتحاد متواجدين في ساحه محمد علي، والأمن أحكم إغلاق الاتحاد وحبسوكم نهار 25 و26 و27 جانفي. أحكينا على الظرف هذاك. في 25 جانفي في المساء كان الأخ المرحوم الحبيب عاشور خارج الاتحاد مع بعض أعضاء من المكتب التنفيذي، وبعض القيادات من المكتب التنفيذي موجودين، وإحنا كنا موجودين داخل الاتحاد. فمع 6 متاع العشية جاء الأمن وأغلق باب الاتحاد من الخارج، وحط معناها الأمن معناها يعس على الاتحاد ما يدخل حد وما يخرج حد، وطوق ساحة محمد علي، طوقوها بالأمن. بالطبع ما نجمناش باش نخرجوا، وقصوا الهاتف معناها ما عادش عندك حتى اتصال هاتفي وقتها، وقتها مازال ما ثماش بورتابل وقت هذاك. قعدنا داخل الاتحاد إلى يوم 27 بعد الإضراب العام بيوم، لكن تبعنا من الأحداث اللي صارت خارج الاتحاد معناها على طريق الشاشة التلفزة معناها داخل الاتحاد، والنقابيين من خارج الاتحاد معناها يجيو من القطاعات، إن كانت من تونس الكبرى باش يجيو لساحة محمد علي يلقاو الأمن غديكا، ولات فيها معناها ضرب ومضروب ما بين الأمن وما بين العمال اللي جايين معناها للمنظمة تاعهم وقتها. وخرجنا يوم 27 في الأربعة متاع الصباح. كيفاش خرجوا؟ الأربعة متاع الصباح جاو فتحوا الباب وعندهم دبابات، قريب 2 ولا 3 دبابات قدام مقر الاتحاد، وخرجونا بالواحد الأمن متسلح والجيش بالواحد ونمشيوا على ركيبنا ويدنا على روسنا. يدنا على روسنا وإحنا نمشي على ركيبنا، وحتى ركبونا في الكراب وهزونا كنا إلى وزارة الداخلية. من وقتها معناها وقع معناها عزلنا مع على بعضنا، ما عادش موجودين مع بعضنا، وكل معناها شخص حطوه في مكان ما في وزارة الداخلية في الدهاليز نتاع وزارة الداخلية، وبقينا في وزارة الداخلية بالطبع اليوم الأول الثاني الثالث، وبعد بدأت في الأبحاث معنا. قبل ما نجيو للأبحاث يا إسماعيل، تقديرات الحكومة وقتها القتلى العدد نتاعهم 100، وتقديرات الاتحاد العام التونسي للشغل القتلى بلغوا 500. طيب بالطبع وقتها ثم 3000 نقابي، صار 3000 نقابي وقع إيقاف في الجمهورية، 3000 نقابي كل جهة وكل قطاع، يصير كل 3000 نقابي. القتلة اللي وقعوا معناها النقابيين والعمال وكل شيء، معناها تقديرات تاعنا وقتنا حسب الجهات وكل شيء ما بين 400 و500، معناها اللي وقع استشهادهم في اليوم هذاك 26 جانفي. والتقديرات الرسمية قالوا 100، فهمت؟ هي ما بين 400 و500 حسب الإحصائيات اللي جاتنا من الجهات ومن النقابيين. طبعا بدينا في الأبحاث، لكن الأبحاث هنا مع العلم وقتها كان زين العابدين بن علي مدير أمن، عينا معناه بالذمة، عينا خصيصا عينا معناه بالخصيصا
26 جانفي لأن تعين في أوائل جانفي أنا خصيصا للعملية هذه. وعبد الله فرحات عين مكان طاهر بالخوجة. عين مكان طاهر بالخوجة وزيرا للداخلية. في الأبحاث بل كل شيء كانت أبحاث معناها مش أبحاث كلام وبرا أنا تعذيب كان بالتعذيب معناها أنا شخصيا قعدت 3 شهور تحت التعذيب 3 شهور ثم شهادة أصغر سجين معاكم وقتها قلت وأنا هذا سابقا اللي هو منجي الشابي وقت عمره 18 عام الشهادة نتاعه مفادها أنه التعذيب نتاع إسماعيل الصحباني كان تعذيب البقية النقابيين قلت له كيفاش قال لي بعد ما يعذبونا احنا نهار كامل إسماعيل الصحباني يعذبوه هو أكثر الأوقات في الليل والعياد نتاع إسماعيل الصحباني ما يخليناش نرقدوا احنا صحيح كان ثم تعذيب بدني صعيب برشا انا ما زلت عندي الحروق نتاع السيجار وفي ساقي اللي التراس نتاعهم موجودين كحل كان التعذيب قلت لك دام كيفاش التعذيب احكينا على التعذيب التعذيب الله يوريه الحبيب واللي عذبنا هذايا هو واحد اسمه طبقه محسن صغيره وزوز احنا محسن هذايا قدع هذايا وزوز قدعان اخرين من هذوما اللي يحذبوا فينا التعذيب شنو هي؟ ينحي لك دبشك الكل يخليك كيما جبتك امك هكاك ويعلقك يعلقك في منسقيك يعلقك الفوق في بالحبل ويبدا يضرب راسك اللوطو ويدك اللوطو ويبدا يضرب 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 لين يتعب هو مش تتعب انت تعيط 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 مش لين يتعب هو بعد ما يتعب الدم مو في سقيك الفوق الدم يهبط اللوطة سقيك تولي زرقا من غادي يسيبك وكان التعذيب في الطاق الثالث وانا حاطين لي بيت قريب الطاق الثالث لان باش انا قريب كيف تطيح كي يسيبك تطيح يقول لك برا مشي البيت تنجمش تقف على السقيك لأن السقيك ما فيهاش دم تولي تمشي على مرافقك من هنا بشوية بشوية حتى اللي توصل هذه واحدة وقت لهذه معناها تتعب منها من غدوة يجي يعمل لك كيفك الروتي الدجاج يحطك ما بين بلانسوار هكايا وانت في الوسط فهمت حطك وحديد من هوني سقي ومن هوني طاولة ومن هوني طاولة حديد ويبدأ يضرب فيك على سقيك يضرب فيك على سقيك يخرج الدم يخرج اللي يخرج ما يهموش فهمت كيف تدوخ انت ما عادش يجيب لك سطل الماء ويرشك به سطل الماء بعد ما يرشك بالسطل الماء يخليك ويمشي يرجع من بعد يلقاك مازلت ما فقتش عنده خيوط متاع كورو حط خيط منه ويحط خيط من هنا باش انت يعمل لك هك الشوك باش تفيق انت ويعود لك وكان التعذيب مش لي انا بارك انا العديد من الاخوه مثلا المرحوم سعيد قالي انا توفى تحت التعذيب حسين الكوكي انا من البنوك كيف توفى تحت التعذيب انا هذا من كل التعذيب اللي قام ممكن انا خاطر عمري صغير وقت ما زلت صغير كنت معناها شديت هما كانوا اكبر مني وسنا وكل شيء فهمت وثم الاخوه زاد كيف الاخرين محمد شقرون زاد تعذب مليح صالح برور ما نجموش يعلقوه الله يرحمه ما نجموش يعلقوه معناها مسبول هكا ويضربوا فيه لان سمين برشا ما نجمش باش يعلقوه معناها يضربوا فيه حيث التعذيب انا بقيت 3 شهور على هذا المنوال لا نهار لا جمعة شو بكلوكم سي اسماعيل نعم الماكلة شنو يبكلوكم معناها كسكروت يجيك كسكروت معناها في نصف نهار يجيبوا لك كسكروت تنشو لك الكسكروت تمشي على الكاكاو لا وحتى المرحوم الحبيب عاشور ذكر الحكاية هذه في مذكراته في الكتاب نتاعو وذكر
أنه ما نذكرش بالضبط، معناتها طلبوا منك باش تقول كلام حتى ما تموتش، صحيح الكلام هذا ولا؟ أي جي سمعوا ما حبوا وقتها. هي شنية الوضعية كل؟ هي الوضعية أنا كان في مكتبي اللي احنا قطاع المعادن، كان في مكتبي البولة اللي يلعبوا بها البول، عرفت الحديدة هذيك اللي يلعبوا بها البول، لقى واحدة فوق البيرو، واحدة فوق البيرو جابوها لي، قالوا لي البولة هذه اش تعملوا بها؟ هذيك جابها خدام وحطها غديك، واحد من النقابيين حطها بولة هذه معناها لا وين يصنعوا فيها هذه؟ يصنعوا فيها في المسابق المتجمعة. وين تخدمتي؟ وين نخدم أنا؟ مشاو جابوا جي 1000 بولة جابوهم للمحكمة. الأمن جاب. الأمن. صاحب المؤسسة قالوا له، قال لهم هذه راهي عندها كوموند ماشي للمؤسسة الفلانية. راهي تابعة ماهيش متابعة الاتحاد. قالوا لها هات عطينا وش يهمك أنت فيها. جابوها كآلة جريمة. والآلة الجريمة لقلب النظام. وانت باش تقلب النظام لازم يكون عندك شيء مادي باش تقلب به النظام، فهمت؟ هم التهمه اللي قدموها وانا قلب النظام. وقالوا عندكم سلاح زاد. قالوا عن سلاح والحمد لله ما لقاوش موجود سلاح. نتذكر في جهه من الجهات، في الجهه من الجهات قالوا معناها ثم وزير الداخليه متذكر شو اسمه شكون وقتها يعمل في يده في القزانه كي يقول هذا يا هاو مال فرق لقيناه في الاتحاد، هو يعمل في يده كشريد ولا كشريد ما نعرفش شكون بالضبط شكون منهم ولا ما نعرف، فهمت؟ يعمل لك في يده معناها دخلها في السطل في السطل باش يقول هم عندهم مال فرق، ولا مال فرق لما ثم حد شيء ولا ثم حجر ولا شنو القاوة حجر، الحجر اللي كانوا يضربوا به الميليشيا تضرب به داخل الاتحاد، قالوا هاو لقينا عندهم حجر ولا حجر. ما عندناش سلاح، النقابيين عندهم سلاح ما عندهم سلاح. معناها هم شنية يحبوا يقولوك يلزمك بالسيف تقول اللي حاجتنا به، واحنا لا غير معقول باش ما يمكنش باش نقول حاجتنا، وهذاك علاش يلزم التعذيب تعذيب. وهم فعلا يضربوا بغل وضربوا بغل. ونتذكر انا الحبيب عاشور الله يرحمه برقيبه وقتها كان في الخارج، مشى للخارج يداوي وجاء قال لهم وين ممكن النقابين، معناها الحبيب عاشور حكى لنا في سويسرا، هو كان في سويسرا ولا شنو جاء، قالوا له هاو نحاكموا فيهم وباش نحاكموا باش، قال لهم كان قتلتوهم راهو شاح دمهم، راهو كان قتلتوهم راهو شاح الدم نتاعهم، حيث معناها هيك علاش هما يضربوا فينا معناها بالغل. والتعذيب كان بغل، وفعلا معناها بعد ما قاع التعذيب هذا عدونا المحكمة تم للدولة باش نجيو للمحكمة بعد اذنك سي اسماعيل، لانه باش نتابعوا مع بعضنا تقرير صحفي لزميلتي اقبال جلاسي فيه رأي مجموعة من النقابين في شخصك انت. اذا مشاهدي قناة حنا بعل تابعوا معنا هذا التقرير، ابقوا معنا سنعود. الأخ إسماعيل في نظري أنا وعشرتي ليه رجل غير عادي، تينتو خلق ربي وأنه نقابي ولن يكون إلا ما يكون كان نقابي. تعرفنا عليه بمصداقيته للعمل النقابي، عم إسماعيل مناضل إنسان عنده مبادئ، عنده هك الروح النضالية الروح الاجتماعية اللي التفت حوله الناس، لأنه اللي قام به عمل جبار وطال لمدة 12 سنة كانت إنجازات كبيرة، إنجازات بالفعل معناها استرجع كل ما سلب من الاتحاد، لأنه الاتحاد كانت عنده مؤسسات كبيرة، جاب إنجازات كبيرة وهذا بشهادة الجميع. مثلا زيادات كل 3 سنوات لمدة 12 سنة، ثم زيادات يتفاوض فيها الاتحاد مع الحكومة وزيادة لمدة 3 سنوات، وهذا يبقى الشيء معمول به حتى لمدة 12 عام. دور الاتحاد اللي بناهم واللي خليهم توا معناه ذخيرة بالنسبة للاتحاد العام التونسي الشغل هو إسماعيل السحباني. لولا إسماعيل السحباني ما تبنتش ديار الاتحاد ولا الاتحادات المحلية في المنظمة الشغيلة
اللي كنا فيها حتى من المكاتب وين كنا نعمله احنا كمسؤولين كنا في مكاتب متواضعه جدا. وقت جاء هو كل شيء تبدل. صدر واسع كامل يتصنط العباد الكل. جاء اسماعيل السحباني ينفعل ويغير على الخدام بصفه معناها نقولها بكل صراحه بصفه كبيره ياسر، وعنده مصداقيه. اذا كان قال كلمه معناها لابد باش ينفذها، لولا ادت حتى الحبس. وعلاش تربط معناها انا اقولها يمكن شويه كسوحيد الراس معناها يشد صحيح، ما اذا كان شد حاجه في حاجه ما يتنزلش. كان عنده جانب انساني وحس انساني كبير برشا، معناها يتاثر يتاثر مجرد ما تقول له على خبر ماهوش باهي يتاثر به برشا. كاينو الاب الحنون، الاخ اللي يخم على الناس كل، مسمعين سخي وسخي جدا في تعامله مع اصدقائه. أصدقائه والمسؤولين معه كينهم كالعائلة في داره المصغرة. وكل بشر لابد عنده سلبيات، ما ثماش واحد ما عنده سلبيات. السلبيات نتاع الأخ الأمين العام ما هوش نقولها بكل صراحة ما هيش كثيرة. ينفعل معناها سبونتاني، ما ينفعل مع أي معناها كل حاجة معناها تاكسو ينفعل فيها، خاصة إذا كان عمل خطة ما نقوله برنامج متاع عمل وما يتنفذش واللي ما يتحققش في وقته ينفعل فيها. ولكن الحمد لله قلبه طيب، بعد ربع ساعة نفس ساعة ترجع له فمش اللي يتمسح كل شيء. يتسامح كي يشوف أخطاء ناس ارتكبت أخطاء في هالمنظمة هذه. وأخطاء أنا من وجهة النظر متاعي نصورها أخطاء قاتلة. هو يتسامح معها، ده جانب سلبي لا بعد حدود عندي أنا في نظري أنا ما نقبلوش. ما يسمعش كلام بعد ساعات ما يسمعش كلام بعد ساعات. إذن بعد هذا التحقيق الصحفي نواصل الحديث مع ضيف هذه الحصة من لقاء خاص السيد إسماعيل السحباني. سي إسماعيل، بعد التعذيب وصلنا لمرحلة المحاكمة، محاكمتكم في محكمة أمن الدولة، كيفاش تمت المحاكمة؟ تم تعذيب في الداخلية وتم تعذيب في الحبس. تم زوز وقت اللي مشينا للحبس حطونا العديد منه مش الكل، حطونا في عزلة في معناها سيلون معزول وحدك. سيلون هذايا تخرج 10 دقائق في 24 ساعة باش تشم الهواء، لأنه يعني سيلون حبس انفرادي. حبس انفرادي مسكر ظلام، فهمت، فيه بيوز صغيرة فوق تخرج باش تشم الهواء في 10 دقائق. داير هيك 10 دقائق وقت اللي باش تخرج فيهم من الزنزانة نتاعك، ديجا أنت وقت اللي يبهرك معناها النهار هكا الضوء هكايا يلزمك تشد في الحيط باش تبدا بشويه تمشي تعدي 5 دقائق، وخمس دقائق الاخرين تشم فيهم الهواء وترجع ويرجعوك للزنزانه نتاعك. من هذه دامت حتى وصلنا للمحاكمه. في المحاكمه حكمونا على محكمه امن الدوله. ما كانش تم، سامحني سي اسماعيل، ما كانش تم ضرب في السجن؟ لا لا، ما كانش تم ضرب في السجن، لا ابدا. كان ثم فقط هذه العزله، هذه العزله والعزله زاد تعذيب هي بنفسها، ولكني عزله وحتى باش تخرج تعمل تشم نفس ولا حاجه مع تشم الهواء ما تتنفس ما تماش. المحكمه في محكمه امن الدوله في بوشوشه، في جزرنا في بوشوشه. محكمه امن الدوله عدونا على المحكمه وعدونا على الفصل تقريبا 72 ولا الفصل هذايا من المجله الجنائيه، وهي قلب النظام والخيانه العظمى. لا، قلب النظام، محاولة قلب النظام وزعزعة ما نعرف شنو ولا في معناها وقع جدل بين المحامين نتاعنا وبين رئيس المحكمة على الفصول اللي باش نتعداو عليها، فهمت. فالرئيس المحكمة خذا قرار باش نحى المحامين نتاعنا الكل وسخر هو محامين آخرين. بالطبيعة أنتم رفضتوا. بالطبع احنا رفضنا المحامين ورفضنا الاستنطاق. عاد يقول لنا راي الاحكام باش تكون ثقيله عليك، قلنا له احكم اللي تحب
احكم اللي تراه صالح. وحتى واحد منا تقريب 30 شخص تعدينا على محكمة أمن الدولة، وحتى واحد منهم متكلم وجاوب على السؤال رئيس المحكمة. رئيس المحكمة يسلك واحنا نرفض، نرفض الكلام إلا لما يجيوا المحامين متاعنا. فعلا معناها أحكم واحد، وحكم على المرحوم الأخ الحبيب عاشور 10 سنوات شغل شاقة، وتقريب عبد الرزاق غربال تقريب زاد كيف كيف 10 سنوات شغال شاقة، وكل واحد أنت 5 سنين أنا 5 سنوات أشغال شاقة زاد كيف كيف، ومعناها رجعنا للسجن. لكن حاجة طريفة صغيرة وقتها، أنا صغير تقريب عمري 26-27 سنة من نوع حدايا، قعدت من غدوة في اللارية، معنا لارية البرة، قعدت في اللارية ونحسب فيهم 5 سنين، فأنا تو 28 باش نولي 32-33. كيكو سي الحبيب الله يرحمه جاي، قلت له، قال لي صاحبي اش تعمل؟ قلت له نحسب لك فوق 10 سنين متاعك قداش باش تخرج، وانا اكل 5 سنين قداش باش نخرج. عنده الكلمة ديما بيها الله يرحمه، اختاك قال اختاك احنا اختاك باش نخرجوا ونرجعوا للاتحاد ونرجعوا اقوى من قبل. والله نتذكرها دائما كما اليوم، هاك باش نخرجوا ونرجعوا للاتحاد ونرجعوا اقوى من قبل. وبالضبط رجعت للاتحاد بالتجربة اللي عنده، بالتجربة اللي عنده الحمد لله. فهمت؟ احنا في السجن قعدنا معنا تقريب 1.5 عام قعد معنا، وبعد هزوا الاخ الحبيب عاشور وعبد الرزاق غربال هزوهم البرج الرومي، واحنا خلونا في 9 ابريل فهمت تقريب 12/1 ولا 13/1 معناها انا في السجن بتاع 9 ابريل. و معناها دائما وابدا الاتصال على طريق العائلات، ومعناها باتصال به بالاخ الحبيب عاشور في برج الرومي، كنا دائما وابدا باتصال مع بعضنا. وقتها ولينا مع بعضنا، ما عادش في عزله، ولينا النقابيين اللي احنا مسجونين معناها بقينا مع بعض. حتى صارت في قفصه عام 1980 في جون في 80 وقع، لكن قبل ما نمشي لك القفصة، كانت هناك تضامن نقابي دولي كبير اللي حضر للمحاكمة، النقابات الأمريكية السيزل، كل النقابات الأوروبية حضروا للمحاكمة فهمت، وجاءوا محامين من الخارج وحضروا للمحاكمة زاد كيف كيف. كان فيه تضامن نقابي دولي، تضامن قوي برشا 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 في الوقت هذاك. وكانت معناها ما ثماش أسبوع أو معناها ما تخرجش معناها الرسائل أو برقيات من رؤساء حكومات من تحت ضغط نقباتهم في أوروبا أو في أمريكا تطالب بإطلاق سراح النقابيين. وكانت هناك وفود زادت نقابية من العالم تجي لتونس وتزور العائلات، عائلات النقابيين أنا ذاك. حتى إلى أن صارت في جون في 80 صارت العملية اللي صارت في قفصة، أحداث قفصة مش عملية انقلابية ولا عملية انقلابية بالضبط، أحداث قفصة. كانت الحكومة التونسية طلبت أنا ذاك من الحكومة الأمريكية باش معناها تسلم لها السلاح، تزودها بالسلاح. النقابات الأمريكية سمعوا بالوضعية هذه، استغلوا الفرصة هذه فهمت، وعملوا ضغط على الحكومة الأمريكية. وقتها رئيس أمريكا هو كارتر، وكان رئيس النقابات الأمريكية جورج ميني فهمت، جورج ميني هذا معروف مناضل نقابي فهمت، قالوا معناها يلزم تاخذ وعد من الحكومة التونسية باش تسيب النقابيين، وإلا أنت إذا كان تسلم لهم السلاح ولا تزودهم بسلاح رانا احنا باش نقوموا بأعمال داخل أمريكا. فعلا كان ثم التدخل معناها من نوع هذا، وكان ثم وعد من الحكومة التونسية واني بالخروج من خروج النقابيين من السجن.
فخرج معناها كومينيكي دو بريس وقتها في شهر جانفي في امريكا. وكانت النقابات الامريكيه يبعثون لك الكومينيكي دو بريس يقولوا وانو بشاق على قريب بشاق الافراج. وفعلا معناها في شهر مارس في ذكرى الاستقلال 20 مارس وقع معناها العفو على النقابيين وخرجنا من السجن. وبقى كان الأخ الحبيب عاشور في إقامة جبرية، وبعض الإخوة تقريبا 3 ولا 4 خرجوا في غرة ماي معناها بعد مارس. هذه معناها تنجم تقول المحاكمة كيفاش صارت وقتها. بالطبع احنا حتى كيف خرجنا دائما وبدان البوليس السياسي قاعد يتبع فينا، فهمت؟ قاعد يتبع فينا. قعدنا نجتمع كنقابيين شرعيين، لان بعد ما حطونا في الحبس قلت لكم 3000 نقابي معناها موجودين في السجون، قاع معناها اطلاق صراح اغلبهم نجم نقول كلهم اللي خرجوا باستثناء القيادات اللي بقينا احنا موجودين هنا في تونس. وقعدت اجتماعات النقابيه قاعده تصير وقت الاتحاد نصبوا عليها هياكل هياكل منصبه، فهمت؟ فيه من الشعب، فيه من الشعب، وفيه من وفيه هياكل منصبه، وفيه من النقابيين اللي معناها كيفاش ما شدوش ارواحهم كما ينبغي، خافوا ابقاوا في الاتحاد، ما خذاوش مواقف مناقب وقتها هذوك كيف كيف زاد ابقاوا. لكن اغلبيه نتاع النقابيين والحركه النقابيه العالميه كانت متشبثه بالهياكل الشرعيه اللي تزجت في السجن. طبعا هذا وقع، وقعت برشا تحركات والهياكل الشرعيه تجتمع وتخرج في بيانات وفرضت روحها على ارض الواقع هنا في الساحه الوطنية وفي الساحة العالمية، لأنه وقع عدم الاعتراف بالهياكل المنصبة، الاعتراف بالهياكل الشرعية. حتى احنا محرومين من السفر، ما ناش في المقرات، ولكن الدعوات من الخارج تجي كان لنحنا الهياكل الشرعية، سواء من المنظمات العالمية القطاعية، سواء من منظمة العمل الدولية او من السيزل. وصلنا دونك سي اسماعيل للمؤتمر قفصة، وتم انتخاب الطيب البكوش أمين عام. علاش جبت النقطة هذه؟ لأنه أنا ذاك النقابيين في قفصة في المؤتمر فرضوا على الحكومة رفع الإقامة الجبرية عن المرحوم الحبيب عاشور. ما هيش هكا بالضبط، هو شنو اللي صار؟ هو وقت اللي فرضوا رواحهم الشرعيين على أرض الواقع وصارت الحكومة اضطرت إلى تكوين لجنة وطنية. لجنة وطنية. اللجنة الوطنية هذه ايش فيها؟ فيها 6 من الهياكل الشرعية و6 من الهياكل المنصبة. 6، وكان يرأسها معناها ابن نور الدين حشاد، ابن فرحات حشاد. هو ترأس اللجنة هذه. هذا هي في المكتب التنفيذي الوطني. في المكاتب القطاعية والجهوية كيف كيف تكونت نفس التشكيلة، معناها من هوني ومن هوني، معناها من المنصبين. وبدأت الانتخابات من القاعدة، من النقابة الأساسية إلى المكتب التنفيذي الوطني. بالطبع الهياكل الشرعية اللي كانت في السجون هي اللي نجحت، من لأن اللجنة هذه لجنة معناها تشرف الهياكل الشرعية من القاعدة إلى المكتب الوطني، سواء القطاعي أو الجهوي أو الوطني، الهيكل الشرعية هي اللي طلعت. طبعا الأخ الحبيب عاشور موجود وقتها في الـ الإقامة الجبرية. والإخوان اختاروا شنو يقول لك؟ يقول لك احنا توا ما نخليوش، يلزمنا ناخذوا الاتحاد. ناخذوا الاتحاد ومن بعد نطالبوا ب الاخ الحبيب عاشور خير من احنا في الشارع وما نطالبوا ونطالبوا بالاخ الحبيب عاشور. فدخلت النقابيين وشدوا الهياكل، حتى الهياكل الجهويه، الهياكل القطاعيه، فهمت؟ والهياكل النقابات الاساسيه كلها في يد الشرعيين. فعندما جاء المؤتمر ثم شقين،
ثم شق يقول احنا ما نعملوا المؤتمر اللي يكون حاضر معنا الاخ الحباشون، وثم الشق يقول نكملوا المؤتمر نتاعنا ونواصلوا بالاخ طالبوا بالاخ الحباشون. فعلا وقع المؤتمر تقريبا فيه 500 نائب ولا حاجه من نوع هذايا، ثم درجه 140 ولا 150 نقابي انسحبوا احتجاج على ان الاخ الحباشون ماهوش موجود. ورغم ذلك تعاملت القيادة، والأخ طيب البكوش هو أمين عام، منتخب أمين عام للاتحاد، والقيادة هذه كمعناها قاعدت معناها تخدم وعلى رأسها الأخ طيب البكوش. لكن ال 140 ولا 114 ما نعرفش بالضبط للرقم قداش، معناها كيف رجعوا معناها خدموا مع الهيكل الشرعية، مش معناها انسحبوا رغم انسحبوا فرد مال، لا انسحبوا من المؤتمر احتجاج فقط باش سجلوا موقف احتجاجي، ثم مع الهيكل الناس كل تخدم مع بعضها والطالب بمعناها رفع الإقامة الجبرية على الأخ الحباشون. بعد عام عملنا مجلس وطني، والمجلس الوطني هذه هو السلطة الثانية بعد المؤتمر، وقلنا احنا عملنا مجلس وطني يجب يكون يحضر فيه الأخ الحباشون لا سبيل إليه، باش المجلس الوطني احنا اعطينا مدة أو عام يجب الحباشون معناها يكون حاضر. وفعلا قيادة الاتحاد وقتها وعلى رأسهم الأخ طيب البكوش مشاو البرقيبة أمتى قالوا له نحب الحباشون باش يكون موجود. رام النقابيين قالوا ما ناش خارجين من قصر المؤتمرات إلا لما يكون الحباشون موجود. فعلا عيطوا للسي الحبيب وقتها في داره في الإقامة الجبرية، والتحق بهم في قصر قرطاج، واحنا مواكبين في قصر المؤتمرات في المجلس الوطني، وكاكا جاء المكتب التنفيذي وقتها كله ومعهم الأخ الحبيب عاشور، وانتخبنا في المجلس الوطني الأخ الحبيب عاشور رئيسا للاتحاد، والطيب البكوش يواصل مهامه كأمين عام للاتحاد. وقتها هذايا اللي صار، وفعلا الهياكل بدأت معناها تخدم وبدأت معناها المسيرة معناها متواصلة، وتلمدت الناس كل مع بعض هالهياكل الكل اللي كانت في السجون واللي كانت معناها واصلت العمل متاعها. فيما بعد معناها هذايا سنة 82 بالطبع احنا كانت عندنا مطالب نقبية، لأن نحن كنا في السجون كان مجمد كل شيء، كانت الزيادات من 74 مثلا الزيادات في الأجور، معناها طلبنا بزيادات في الأجور، وكانت تذكروا وقتها صارت زيادة في الأجور اللي صرح بها محمد المزالي الله يرحمه، هذيك 25 دينار ولا شنو 20 دينار كارت تحك كارت، وانا كنت اتذكرها هذه كارت حكره، صارت زياده طلبنا بالزياده هذه في الاجور. لكني بعض من هو في الحزب دستور وقتها حزب دستور ما عجبوش تمشي الاتحاد، لان الاتحاد ولا معناها كيفاش الناس خرجت دخلت للسجن وخرجت من السجن وجابت زيادات في الاجور كل شيء، ما عجبوش التمشي هذا، لان الاتحاد معناها مشى ويقوى معناها قاعد يقوى ويقدم ما عجبهمش، خلقوا أزمة أخرى في الاتحاد، افتكاك ديور الاتحاد وتحريك الشعب المهني، وأصبحوا يفتكوا في ديور الاتحاد، واخذوا قرار الحكومة اخذت قرار أنا ذاك، لأن قاعدين نطالبوا بعدة نقاط يلزمها باش تكون موجود، اخذوا قرار وأنهم حذف التفرغ للنقابيين المتفرغين للعمل النقابي، واعطاو خيار اما النقابيين تقعدوا في الاتحاد وتطردوا من العمل نتاعكم، ولا ترجعوا تخدموا باش يفرغوا الاتحاد. اغلب النقابيين على راس القطاعات ولا على راس الجهات معناها قررنا باش نطردوا من العمل ونشدوا الاتحاد، وهذا اللي صار. اغلبنا معناها تنجم تقول أغلب النقابيين بما في منا قررنا باش نشدوا منظمتنا ومن نتخلاوش على المنظمة متاعنا،
وعندنا الخصم 1%، نحونا الخصم هذاك 1% ونحونا باش يعجزوا المنظمة. كيف ما نجموش يعجزوها المنظمة وولاد المنظمة شدوها وقاعدين وقدموا بها، أصبحت الميليشيات تهاجم ديور الاتحاد وتفتك في ديور الاتحاد. هاو افتكت ديور الاتحاد في القصرين، هاو افتكتها في الجهة الفلانية، هاو في الجهة الفلانية، هاو معناها بالجهات ويفتكوا في ديور الاتحاد. ويفتكوا في ديور الاتحاد والشرفاء النقابيين هما اللي افتكوا ديور الاتحاد، وهم الشرفاء النقابيين هذم هما تساترة نقابيين، فيهم النقابي وفيهش نقابي، يمشي ويفتكوا ديور الاتحاد وينصب رواحهم هما هيك بالقوة. حتى اللي جات معناها 85 أنا هزوا الأخ الحبيب عاشور مرة أخرى للسجن، فهمت؟ وبعض قياديين من الاتحاد، وإحنا افتكوا ديور الاتحاد بالقوة، واللي بقى في الإقامة الجبرية في الإقامة الجبرية، واللي حطوه معناها يمشي يمضي كل يوم في المركز، يمشي يمضي كل يوم، كل واحد شنو الطريقة اللي عملوها له. والهياكل هذه يسموها الشرفاء، هياكل الشرفاء، النقابيين الشرفاء. وكانت عندهم التلفزة على ذمتهم يوميا والجرائد على ذمتهم يوميا، وهم يسبوا في النقابيين الشرعيين. بطبع الوضعية هذه دامت معناها حتى اللي صار الانقلاب عام 87. عام الانقلاب عام 87 على بورقيبة. خلينا قبل 87، لأنه في الحلقة الثانية معك سي اسماعيل بعد إذنك باش ننطلقوا في الحديث بداية من 87. خلينا في أزمة 85. تعبتوا، والجانب الإنساني اللي ما تحدثتوش عليه، عائلاتكم كيفاش قاوموا معكم؟ والله ايش باش أقول لك، اللي تعبوا أكثر السجين دائما وابدا هو عائلته، يتعبوا أكثر منه هو، لأنه هو قاعد في زنزانة ولا قاعد موجود، لكن العائلة اللي تجيب في الصيف في الشتاء تجيب في القفة، فهمت؟ وتلقاها شاد الصف، وتلقاها في الأعياد الناس معايدة وهم شادين الصف باش يمشوا يزوروا معناها السجين متاعهم. ما عندهمش أعياد كالناس، ما عندهمش أفراح كالناس. العائلات، أنا نعطيك وقت اللي مشيت للسجن 78، خليت ولدي أنيس عمره عام وسبع شهر، سليم عمره تقريب ست شهر، ومع أمهم وحدهم. معناها تشوف أنت هذوما أشكون بيهم، أشكون كذا معناها، والمرأة بزوز أولاد وتجيب القفة، معناها تجيب القفة وتمشي وتجي في الزيارة، معناها هما بنفسهم ولاو يعيشوا مع السجن، لكن بالتضامن النقابي، التضامن النقابي والعائلات النقابيين مع بعضهم، فهمت؟ يهزوا بعضهم ويوسيوا بعضهم ويقفوا مع بعضهم، لكن التعب دايما معناها مرهق معناها للعائلات، فهمت؟ سي اسماعيل داهمنا الوقت في نهاية هذه الحصة، باش نلقى عليك بعض الأسماء تعطيني رأيك فيهم في كلمة. طبعا. الزعيم الراحل الحبيب عاشور. حبيب عاشور زعيم نقابي وطني يحب بلاده، واحنا تربينا كنا النقابيين اللي تشون الجيل هذا الكل تربى على حبيب عاشور. ما حصلناش الشرف باش خدمنا مع حمد التليلي ولا فرحات حشاد، لكن حصل لنا الشرف باش خدمنا مع الحبيب عاشور وتسجلنا مع الحبيب عاشور. وحبيب عاشور مدرسة وزعيم كبير برشا. الطيب بكوش نقابي ومتخلق وعنده ما يقول في أفكاره. مع العلم وانا الطيب البكوش الدكتوراه نتاعو عداها في حضرها في السجن. وقت اللي احنا في السجن معناها احنا نخرجوا للاري ندوروا في اللاري، هو نهار الكل تلقاه يكتب ويحضر في الدكتوراه نتاعو. المرحوم صالح برور لا يرحمه، نقابي صلب
صلاح برور نقابي صلب، نقابي صلب بالجميع. علي الضاوي، علي الضاوي نقابي ونقابي صامد ونقابي صلب وعنده أفكار تقدمية، نقابي به يعني. سبق وأنك قابلت الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، شو رأيك فيه؟ بورقيبة زعيم، والحبيب عاشور قال لي كلمة وقت اللي شديت أمين عام للاتحاد، حبيب عاشور يحب البحر، نداني قال لي باش نمشي نعملوا قهوة على البحر مع بعضنا، هو أصيل قرخنا ديرا، قعدنا على البحر نشرب في قهوة، قال لي باش نوصيك على حويجات. من جملة ما وصاني قال لي شفت بورقيبة، بورقيبة راهو أنياه، قال لي خاطر أنا حضرت مرة في مقابلة ما بين بورقيبة والحبيب عاشور كيفاش يحكوا على الجلبانة ويطيبوا في الجلبانة كي كانوا وقت الاستعمار وكل شيء، وكيفاش الحبيب عاشور هز بورقيبة من قرقنا على الفلوك على هربوا ليبيا من كل قعدوا يحكوا في الموضوع هذا. قال لي شفت بورقيبة، مش ناسي بورقيبة راهو كيف البو، فهمت كيف البو يعاقب محني، اما رد بالك من اللي موجود هذا يتو راهو يضرب كان في الراس. يقصد بن علي، بن علي طبعا راهو يضرب كان في الراس. احنا كنا عملنا الاضراب العام، لو صار تو الاضراب العام راهو يمكن معناها روسنا تقصت. قال لي هك شفت كيفاش رجعنا الاتحاد، لانه يمشي ويرجع حيث بورقيبة زعيم حتى حد من الجميع ينكر هذا. شكرا سي اسماعيل على رحابة صدرك. مشاهدي الفضائية التونسية حنا بعد، شكرا على حسن المتابعة. موعدنا في الأسبوع القادم مع حلقة ثانية مع السيد اسماعيل السحباني، تصبحوا على خير.